في ثلاث طرق شائعة للمضي قدما في الحياة والوصول إلى الأهداف. الطريقة الأولى هي طريقة الضحية. طريقة الضحية ماشية بمبدأ 1 أملك، 2 أعمل، 3 أكون. لو كنت أملك الوقت والمال والدعم الكافي لكنت عملت وحققت النتائج كذا وكذا وكذا وكنت سعيدا مثل فلان وفلان وفلان، وبما إني لا أملك الوقت ولا المال ولا الدعم الكافي فأنا غير سعيد. دي الطريقة الأولى والضحية. الطريقة الثانية هي طريقة العامل. طريقة العامل ماشي بمبدأ do, have and be. أكون، أعمل، أملك، أكون. أعمل بجد واجتهاد فأملك أكثر فأحصل على السعادة والنتائج التي أريدها. للأسف بيفضل يشتغل كتير لحد ما يتعب، وأثناء التعب بيخسر صحته، بيخسر أصدقائه، بيخسر حاجات كتير، لأنه كل ما حصلت أكتر على أشياء كل ما خسرت أكتر أشياء، ومفيش رابط ما بين ما تملك وما بين السعادة، فبتظل غير سعيد. ده العامل. رقم 3 الفائز. والفائز بيقول انا ما يهمنيش انا املك ايه ولا يهمني انا هعمل ايه، يهمني انا اكون ايه، انا اكون ازاي عشان اصل الى النتائج التي اريدها. ايه الشخصية اللي ممكن توصل للنتائج اللي انا عايز اوصل لها؟ طب لو انا الشخصية دي محتاج اعمل ايه؟ ساعتها بتيجي تاني خطوة اعمل ايه؟ الخطوة التالتة بعد كده املك ايه؟ ودي بتيجي بتتوفر والعالم والكون كله بيساعدك عليها. كن شخصية الفائز. حدد هدفك. شوف انت ممكن تكون اي شخصية تقدر توصل لهذه الاهداف. 3 ابدأ الخطوات العملية، وافتكر انه اندر شخصية في الثلاثة هي شخصية الفائز، بس انت تستحقها. منتظركم في حلقات جديدة بشغف.